نبقى مشاهدين مع مخالفات الجولة الأولى من القسم الثاني. هو تاين انهزم اتحاد حجوت على أرضه أمام الضيف غالي معسكر وبنتيجة ثقيلة 5 أهداف دون مقابل في مباراة خاضها أصحاب الأرض بالفريق الرديف لعدم حوزة الإدارة على إجازات الأكابر والديون العالقة للاعبين القدامى في الفريق. وليد معمري حضر المواجهة وعاد بالتصريحات التالية. L'adversaire, malgré qu'on a joué contre une équipe U21, mais dans l'ensemble, c'était un match où il y avait beaucoup d'engagement. Même l'équipe de Hajot, qui a des bons jeunes, ils nous ont créé des problèmes au début de le match, mais après, on a fait un match. Nous avons fait le match. كل احتراماتنا ليه، مي حنا دلنا باللي هذا جان ستان لوكازيون تاعه اليوم يبين، بصح حنا اليوم برهنا لهم في التيران وربي وفقنا وين ماركينا 5 بيوت ولعبنا ما لعبنا ليكيب الرديف مي ما استخسرناش بهم. رؤساء الفريق اللي كانوا مقبل هما اللي كسرونا الفريق، خلو في الديون كيما نقول لك حنايا، والله لو كان لعبنا اليوم بليكيب تاعنا نقدروا، عندنا فريق نقدروا نلعبوا. ما عندناش بزاف من اللي بدينا، حنا سيينا دونك ما نكيسوش بزاف لي بيت، جات الماتش جيرا هكذا نقولوا ابخون شان ماتش ان شاء الله. هذا واستنكر رئيس فريق اتحاد حجوت فريد الدحماني قرار رابطة الهوات منع فريقه من المشاركة باللاعبين الأكابر، خصوصا وأنهم علموهم بالقرار صبيحة المباراة. قال أن ديون الفريق تقدر بمليار و400 مليون سنتيم. بعثوا لنا ما والو، ما بعثنا حتى واحد باللي ودي عندكم الديون مليار و400 مليون، حوالي مليار و400 مليون. حنا صباح خلصنا، أنا 5:30، أنا 5:30 دخلت لداري، 5:30 دخلت الصباح نوت بان نلعبوا بلي سينيور، تا قال لك لا ما تلعبش، تلعب بالامل، علاه؟ قال لك عندكم ديون تاع ديميتريز.